تضيق دنيانا فنحسب اننا سنموت يأسا او نموت نحيبا، فإذ بلطف الله يحيينا. كل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. مساء الفل عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ستات دوت كوم. النهارده معانا مجموعة من الشباب اللي عملت مبادرات يمكن أنقذت أو ساعدت في العمل المجتمعي والعمل الخيري في مدينة 6 أكتوبر. وزي ما احنا عارفين إن الشباب هم بنات أي حضارة وسر نهضتها، وكذلك هم خط الدفاع الأول والأخير في أي مجتمع. في مجموعة من الشباب، وهي المجموعة مش قليلة، بالعكس يعني أنا شايفة إن الشباب دور كبير جدا في ظل المجتمعات أو في ظل الأزمة اللي بتمر بيها البلاد. وإحنا عارفين إن جائحة كورونا جائحة عالمية، فكان في مجموعة من الشباب ما يعني مش عايزين نقول إن هم ما قاموش، لا قاموا بدور كبير جدا ومرضوش إن يقفوا مكتوفي الأيدي. زي ما احنا عارفين برضو إن معظم الأطقم أو الأطقم الطبية في المستشفيات هم من الشباب، كذلك التمريض أغلبهم من الشباب، فأنا بقدم لهم ألف تحية. وبقدم كذلك للجيش الشعبي اللي يعني عمل خط دفاع لصد أو لمواجهة جائحة كورونا. وهنتعرف على مجموعة من الشباب معانا النهاردة. معانا أستاذ أحمد إسماعيل يحيى، الأمين المساعد لأمانة الشباب ورئيس لجنة العمل الميداني بمجموعة شباب السياسة والمجتمع المدني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. ومعانا أستاذ عبد الرحمن إسماعيل، أمين شباب وحدة أكتوبر تاني شمال والأمين العام لشباب السياسة والمجتمع المدني. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن، منورنا النهاردة ببرنامج ستات دوت كوم. ويمكن على غير العادة إن إحنا بنستضيف الشباب، ولكن المجهود اللي هم عملوه كان مجهود كبير جدا، فكان لازم نتعرف على الاعمال اللي قاموا بيها واهم المبادرات اللي قاموا بيها، سواء كانت في شهر رمضان او بعد شهر رمضان. فاستاذ عبد الرحمن، عايزين نعرف بما ان حضرتك امين شباب في حزب مستقبل وطن، فعايزين نعرف المبادرات او دور الشباب في الحزب، والمبادرات اللي انتم قمتم بيها في ظل مواجهه كورونا كانت ايه؟ بص، احنا عايزين بس نبدا الاول بان احنا مين هم الشباب؟ الشباب هم اللي بيموتوا على الحدود، الشباب هم اللي بيقفوا بتصدي وبرجوله وبعزيمه وبكل ما اوتي به من قوه ان هم يقفوا ضد الفيروس اللي احنا فيه ده، اذا كان طاقم طبي، اذا كان طاقم تمريض، كل الكلام ده من اكتر الناس اللي بيبقوا في المواجهه دائما في كل الازمات وفي ظل الازمات اللي بتحصلت على مر التاريخ، كان هم الشباب. فاحنا عايزين نتكلم شوية عن الشباب، وإيه هم الشباب وإيه هم احتياجات الشباب. الشباب هم بنات المجتمع، وهم يعني العمود الفقري للمجتمع. يعني احنا تعالي كده نبص لأي حاجة، إذا كانت رياضة، رياضة اللي بيلعبها شباب، سياسة اللي بيقوي السياسة الشباب، إذا كانت عسكريا دفاعيا. يمكن أنا مع حضرتك إن اللي بيقوس الشباب، ولكن إحنا على مر يمكن العصور كان القيادات أو المناصب العليا في الأحزاب أو في القيادات السياسية ما كانش بيتولها دايما شباب. يمكن إحنا مؤخرا بقي في دور للشباب بشكل واسع، سواء في العمل السياسي أو في العمل الحزبي. هو مش شرط القيادة، يعني إحنا بس يعني خلينا متفقين إن إحنا في عنصرين. عنصر النشاط والحيويه والعمل الجد اللي هو العمل الميداني، وفي الجزء الشق الثاني اللي هو الشق العقلاني، والشق اللي هو اللي احنا بنتكلم بيه بالعقل، واللي يخطط واللي في تخطيط وفي تنفيذ. التخطيط ده اللي هم الناس اللي عندهم الاكسبيرينس الكافيه ان هم يخططوا، اما التنفيذ فهو للشباب. بغض النظر ان احنا كان على مر العصور ان احنا كان فعلا المشكله دي كانت مشكله يعني عويصه، وكانت بتعجز الدوله، ان احنا لما ما نخليش الشباب ليهم دور قيادي في الدوله، فده بيعجز الدوله، بيخليها الدوله مالهاش تطور، مالهاش مواكبه للامور والاحداث اللي بتجرى. بس الفتره اللي فاتت يعني برضه انا شايفه ان في الاحزاب السياسيه لولا امانه الشباب موجوده ما كان في وجود للشباب. اغلب القيادات اللي موجوده في الاحزاب للاسف الشديد هتلاقي كل اغلبهم كبار في السن، فالمنصب الوحيد اللي بيعتلوه الشباب وهو امانه الشباب. لا بالعكس، هو كان يعني خلينا متفقين ان خاصه حزب مستقبل الوطن اللي انا انتمي ليه، كان مؤخرا كان مهندس اشرف رشاد من الشباب، وهو كان رئيس الحزب،
يعني احنا يعني بغض النظر ان هو تم تغييره، بس احنا بنتكلم ان كان في فرصه ان يبقى في شباب في رئاسه حزب. وغير كده اذا كانت العلاقات الخارجيه في الحزب برضه شباب، امانه الشباب اغلب يعني حاليا احنا حزب مستقبل الوطن يعد هو الحزب الشبابي داخل المجتمع حاليا. يعني احنا بننظر لحزب مستقبل الوطن ان هو الحامي للشباب. يعني احنا يعني انا دلوقتي ماليش انتماء سياسي او ماليش غطاء سياسي، فبيكون حزب مستقبل الوطن هو الغطاء السياسي ليا، وهو اللي بيتبنى فكر الشبابي اكتر من اي حزب تاني يعني. وده اللي احنا بنشوفه في المبادرات والحاجات اللي بيتم عملها في الحزب. أنا ما أنكرتش إن هو موجود داخله بعض القيادات الشبابية، ولكن مش بشكل واسع زي ما أنا يعني كنت أطمح، ايوه وغيرنا من الشباب أكيد بيطمح في طبعا، ذلك. هو في عزوف. في عايزة أقول القيادات المؤثرة أو المناصب المؤثرة داخل الحزب أنا شايفة إن لا يعتليها شباب. ولكن خلينا نتكلم برضو عن دور الشباب داخل الأحزاب بشكل عام. أنت شايف إن الأحزاب بشكل عام يعني الآن تبحث عن الشباب، ولماذا؟ طبعا تبحث عن الشباب. هو انا ازاي اعمل فعاليه على سبيل المثال؟ فعاليه اصلا الفعاليات اللي انا بعملها ايه؟ انا كحزب مستقبل وطن مثلا اغلب الفعاليات اللي بعملها ايه؟ هي بتخص فئه معينه من الناس، اذا كانت فئه اللي هي محدوده الدخل. محدود الدخل دولت مثلا لما انا باجي اعمل فعاليه ليهم، مين اللي بيتم تو... مين اللي بي... مين الايدي العامله اللي بتنزل توزع الحاجات دي على سبيل المثال؟ يبقى مين الـ يعني اي فعاليه بيتم عملها. انا عارفه ان انتوا قمتوا ببعض المبادرات في شهر رمضان، وكانت مبادرات يمكن لاقت صيت واسع في المجتمع الخيري باكتوبر، او العمل العام باكتوبر. فعايزه اعرف طيب اهم المبادرات اللي انتوا قمتم بيها سواء كانت حزبيه او كمجموعه متطوعين من الشباب. احنا بدانا يعني هقول لحضرتك بس كمبدئيا، احنا كان عندنا حزب مستقبل الوطن امانه الشباب، بدانا بالفعل ان احنا نعمل ملتقيات ثقافيه، لان احنا يعني كامانه شباب اكتوبر وحده اكتوبر تاني شمال خاصه بيروا ان التثقيف والتدريب هو الاصل في كل حاجه، يعني لان العلم بالعلم يطبنا الامم، وده حاجه احنا كلنا عارفينها. يعني ما فيش المهندس بيطلع يتعالج من التعليم، والدكتور اللي بيعالج المرضى من التعليم، فاحنا ده العلم، هو ده العلم يعني. فاحنا كان هدفنا التثقيف والتعليم والتدريب، عملنا حاجه اسمها الملتقى الثقافي الشبابي، وبدا بالفعل ان احنا نعمل اول ملتقى ثقافي شبابي، وكان تحت دور الاحزاب السياسيه ودورها داخل المجتمع، وبالفعل كان موجود فيها دكتور احمد الخطيب مدير مركز مستقبل الوطن للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ودكتور ابراهيم الامين مساعد. طبعا المبادره دي او الندوه دي كانت قبل كورونا. قبل الكورونا، وبعدها تم توقف، هما كانوا 12 ملتقى، توقفت الملتقيات بسبب ان يعني جه قرار من ان احنا ما ينفعش التجمعات، فبالتالي توقف. بس ان شاء الله هيتم استكماله في الفتره القادمه لما يتم فك الحظر وعدم التجمعات، وان شاء الله يعني هيكون فيها كذا فعاليه. بالنسبه للازمه اللي احنا فيها، احنا بالفعل نزلنا عملنا تعقيم لبعض المنشآت زي الإدارة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، دي لسه كانت آخر حدث يعني من الأحداث اللي احنا عملناها. ده النشاط ده داخل الحزب، داخل أمانة الشباب بحزب مستقبل الوطن جمانة وحدة أكتوبر تاني شمال، ده بالفعل احنا عملناه ونزلنا المنطقة التعليمية، والموضوع مستمر ومش هيتوقف. وقبل كده كنا عملناها بالفعل نفس المكان، وعملناه في كذا كذا حتة كمان. فاحنا عندنا ديت الفعاليات اللي احنا عملناها من خلال الحزب، وفي كذا حاجه كمان عملناها، بس اذا كانت دعم الاسر المتضرره من خلال العربات اللي بتبيع المنتجات بشكل مخفض للاسر المتضرره يعني. طب هنتكلم اكتر عن باقي المبادرات اللي قمتم بيها داخل الحزب، ولكن بعد الاتصال اللي معايا استاذه ناديه من القاهره. اهلا بحضرتك استاذه ناديه. اهلا، اتفضل يا فندم. الحقيقة أنا بشوف الدور اللي هو بيعمله، وبصراحة واضح قوي إن الشباب فعلا متقدمين دلوقتي، وهم اللي واخدين حقهم في البلد. يعني أستاذة نادي، أنت شايفة إن الشباب واخدة حقها في إن هي تقوم بدورها، سواء كانت حزبية تعتلي مناصب سياسية، مناصب قيادية داخل الأحزاب، أو حتى على المستوى المهني في الوظائف؟ في الوظائف لا، بس في المستوى الحزبي وكده انا شايفه ان دلوقتي الشباب هم متقدمين فيه، والحزب كمان قدام حضرتك.
يمكن على فكرة أستاذة نادية، بس أنا متفقة معاك إن الأحزاب الآن بتحاول إن هي تستقطب مجموعة كبيرة من الشباب تجعلها تنضم للأحزاب، لأن يمكن أستاذ عبد الرحمن قال إن هم قوة أي حزب، هم بالفعل بيعملوا دي مبادرات حقيقة. كتيرة جدا، بيبقى لهم نشاط ملحوظ وكلنا بنبقى شايفينه، فيمكن الأحزاب اتجهت عشان كده، عشان تحاول تظهر نشاطها، عشان تحاول تظهر نفسها، لأن محدش هيظهرها بالفعل غير الشباب اللي عندهم طاقة كبيرة دي ونشاط حقيقة، كبير. هو جواها طاقة و وموهبة. وعلى فكرة يمكن عشان كده بتتجه لهم الأحزاب، مش عشان حاجة تاني، ولكن برضو أنا شايفة إن هم، معرفش حضرتك متفقة معايا ولا لا، إن هم ما زالوا مظلومين برضو إن يبقوا في قيادات مؤثرة داخل الأحزاب. لسه شوية كمان احنا محتاجين مثلا الأمين المساعد يبقى من الشباب، أمين التنظيم يبقى من الشباب، مش على مستوى وحدات، لا أنا محتاجة على مستوى محافظات، يعني قيادات مركزية. أشكرك جدا يا أستاذة نادية على اتصالك ونورتنا ببرنامج ستات دوت كوم يا فندم. يمكن هرجع بقى للأستاذ أحمد إسماعيل، الأمين المساعد لأمانة الشباب ورئيس لجنة العمل الميداني بمجموعة شباب السياسة والمجتمع المدني. أستاذ أحمد، أنا لجنة العمل الميداني بمجموعة الشباب السياسي والمجتمع المدني، عايزة حضرتك تكلمني عنها والفكرة جات لكم إزاي؟ هو في البداية بس يعني فكرة شباب السياسة والمجتمع المدني هي كانت فكرة أسسناها كشباب بتربطنا ببعض روابط، إن عن طريق مثلا إن إحنا أصدقاء مثلا أو حاجة في الجامعة وكده. كنا الفكرة جات لنا عن طريق مثلا نعمل استقطاب للشباب أو كده، بحيث إن الشباب ممكن يكون عندهم عزوف شوية عن طريق اللي هي الأحزاب أو كده، إن هم ينضموا ليها وكده. فجت الفكرة وبدأنا نستقطب مجموعة من الشباب وكده، يعني بنهدف إلى العمل الخيري وبعض الاعمال اللي هي في المجتمع طيب عامة. انتوا المجموعه، مجموعه الشباب دي عملت مبادرات يمكن كان لها صيت وشفناها كلنا، في يمكن كانت كمان اكتر نشاط ليكم كان في شهر اكتوبر، فكلمني عن اهم المبادرات اللي قامت بها المجموعه في شهر اكتوبر. يعني احنا عملنا يعني في شهر اكتوبر عملنا ملتقيات ثقافيه، بس دي كانت تبع الحزب يعني مستقبلا. عملنا مثلا ندوه تثقيفيه كذا مره عن ملتقى التوظيف او كده، عملنا حاجات خيريه مساعده متضررين، او عملنا افطار صائم كمان. يعني انتوا افطار صائم عملتوه فين؟ كنتوا بتروحوا للبيوت لا الناس كنا اللي بنروح بيوتها، ولا البيوت كنتوا ونوزع على وجبات الطرقات؟ على الطرقات، وبنروح بيوت برضو نوزع وجبات. يعني كان في بعض الناس الداعمين لينا برضو بشكل كبير، يعني جزاهم الله خيرا وكده وبس. ف تمام. كان الموضوع طيب بيلاقي استحسانه شوية من الناس وكده. ده اكيد طبعا. طيب انا معايا مكالمه تليفونيه، استاذ نصر اتفضل يا استاذ نصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. ازيك يا فندم؟ والله احنا بنحيي الشباب الجميل ده استاذ عبد الرحمن، وبنقول ان الشباب اللي هو الطاقه دلوقتي هو امل الغد ان شاء الله. الطاقات ديت اللي هي المفروض يعني ان شاء الله كده تحتوي الشباب كلها، ويبقى نماذج مشرفه كده للشباب ان شاء الله. فاحنا عشان كده بنحييهم وبنقول لهم يا ريت يعني تبقوا عناصر جذب امثالكم كده، عشان تبقى ايدينا في ايد بعض كده ونوصل مصر بره الامام في كل شيء ان شاء رب العالمين. يعني دعواتك يا استاذ نصر، دعواتك. طيب أستاذ نصر، يمكن أنا عايزة برضو أعرف حضرتك، يعني إيه اللي حضرتك بتتمناه إن الشباب يوصلوا له؟ يعني في هل في مزيد حضرتك بتتمناه؟ لا الشباب لسه ما وصلوش لحاجات اكبر من اللي هم موجودين فيها، ولا انت شايف والله ان هم كده الشباب، خلاص تمام؟ الطاقات بتاعت الشباب هي شباب المستقبل ده، الطاقات اللي عندهم لما تتوجه لشيء سليم وشيء يبقى له الاثر على ارض الواقع طبعا، بدل ما يبقى فيه انحراف، يبقى هم نماذج مشرفه يوجهوا الشباب، لان هو مثلا يخرج الطاقات بتاعته في يد مد يد المساعده للناس اللي هم محتاجين مساعده، يوجه الشباب الى الطاقات اللي عنده دي، مثلا زي ما احنا قلنا صلاه الجيم والاعمال الخيريه وعمليه التنميه والاقتصاد، دي حاجات كويسه بتبقى نماذج مشرفه، بدل ما هو مش عارف القرارات اللي تمام. يا استاذ ناصر اشكر حضرتك على الاتصال يا فندم، نورتنا ببرنامج ستات دوت كوم، اشكرك يا فندم. معايا كمان استاذه غاده، اتفضلي يا استاذه غاده. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بدايه انا بحيي حضرتك وبحيي الشباب الجميل اللي مع حضرتك ده،
وفي الحقيقة أنا تابعت بعض النشاطات اللي كان بيقوم بيها الأستاذ عبد الرحمن إسماعيل على الفيسبوك، وفي الحقيقة يعني أقول لحضرتك يعني ربنا يكرمهم بجد، ربنا يكرمهم، شباب جميل جميل. انت عارفة أجمل ما في الحظر إن هو طلع كم من الطاقات عند الشباب، يمكن شفناها على جروبات أو على موقع السوشيال ميديا عموما، في كم المبادرات اللي بيعملوها الشباب تحس ايه ده كانت موجوده فين قبل كده، فدي من الحاجات الايجابيه اللي ظهرت يعني وقت الحظر. تمام تمام. وبعدين يعني عايزه اقول لحضرتك جراءه يعني غير طبيعيه ان هم ينزلوا في الوقت اللي احنا فيه في الـ في الـ في الكورونا وفي في الصيام، يعني اقول لحضرتك ربنا يكرمهم بجد بامانه، ربنا يكرمهم. اللهم امين اللهم امين. اشكرك يا استاذه غاده على اتصالك يا فندم، نورت البرنامج، اشكرك. نرجع تاني لحضرتك يا استاذ عبد الرحمن، ويمكن عايزه اعرف برضو دور مش دور الشباب بس داخل الاحزاب، داخل المجتمع العام عموما او المجتمع الخيري عموما، انت شايف ان دوره دلوقتي تكاثر عن ذي قبل، ان لا ما كانش موجود من قبل، يمكن ده اللي كنت برضو بتكلم فيه دلوقتي، ان وقت الحظر طلع عندنا مواهب، طلع عندنا مبادرات كتيره، فانتوا كان لكم مبادره كمان في لمواجهه كورونا. ايوه بالزبط. ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ احنا تابع لشباب السياسه والمجتمع المدني، هي مجموعه من الطلاب اقتصاد وعلوم سياسيه، شعبه علوم سياسيه، هم بالفعل كان الهدف بتاعهم هو السياسي البحت وخدمه المجتمع. تمام. بس يوم ما بدانا او فكرنا نبدا يعني، وموضوع كورونا دخل علينا، فيعني وجب علينا احنا كشباب بالسياسه والمجتمع المدني ان احنا نبدا نعمل مبادرات لمواجهه كورونا. بالفعل نزلنا مدينه الثقافه والعلوم، كان فيها بعض التكدسات في ايام استلام الكتب عشان الابحاث والحاجات اللي بيتم عليها الدراسه. بالفعل نزلنا وعملنا تعقيم شامل لمدينه الثقافه والعلوم، وبالفعل يعني الموضوع لقى استحسان كويس، والشباب ابتدوا ينضموا لينا. وهو فكره الشباب ان احنا مشاركه الشباب، اذا كنا احنا نشارك في الوقت الحالي او لا، وان هو كان فيه قبل كده ولا ما فيش. بالفعل الشاب عايز واحد يحتوي، واحد يحس يعني، واحد يكون عارف ايه هي احتياجاته. احنا بصينا على احتياجات الشباب، بصينا على احتياجاته التثقيفيه، بصينا على احتياجاته الرياضيه، بصينا على احتياجاته. على سبيل المثال احنا كنا عاملين دوري مستقبل الوطن ايام استاذ وليد القاضي كان امين شباب وانا كنت امين مساعد، من الشخصيات المحترمه جدا وليد يعني. من الشخصيات المحترمه في اكتوبر، وكمان من الشباب اللي دايما عندهم طاقه خيريه كتير جدا، دايما متواجد في العمل الخيري والعمل المجتمعي، واحنا قدمنا له شكر كتير بجد في البرنامج. فعلا هو من الشخصيات المحترمه جدا، انا كنت امين مساعد ليه ساعتها. عملنا دوري مستقبل الوطن، وكان في مشاركه كبيره جدا من الشباب في اكتوبر، وده حفز بعض الشباب ان هم ينضموا للحزب. انتوا يمكن رحتوا وزعتوا كمامات على بعض الاماكن؟ نزلنا بالفعل لحد امبارح كنا بننزل نوزع كمامات في الشارع للناس اللي مش مرتديه الكمامه، بشكل يعني احنا بنوصل له فكره اهميه ارتداء الكمامه بشكل مبسط وبشكل يعني شيك. يعني انا ما اقولكش البس الكمامه، لا انا بديك الكمامه اللي انت مش لابسها. يمكن كان في موقف حصل مع حضرتك امبارح، ان بتقولي ان انت بتوزع كمام على بعض الكمائن. فبعدين وقت الحظر فالظابط بيقول لحضرتك ان هو معاك كمامه. ايوه هو قال لي ان هو قلت له لا، احكي لنا بقى. هو حصل بالظبط ان احنا كنا موجودين في كمين في مدينه 6 اكتوبر في الحصري، وكنا دخلنا على الكمين، لقينا الضباط طبعا يعني هو الطبيعي ان هم بيسلموا الكمامات ديت بياخدوها، فلقيت كلهم لابسين كمامات، فبالتالي قلت له خد العلبه بتاعه الكمامات دي، لو حد معدي ما حد مش لابس كمامه فابقى اديها له يعني. فده كان يمكن احنا مش هنذكر دوركم، انتوا لكم دور كبير جدا في المجتمع، يعني بدايه من قبل رمضان كمان الندوات التثقيفيه، في رمضان كان ليكم افطار صائم في الشوارع الرئيسيه، وزي ما قال الاستاذ احمد ان انتوا كنتوا بتروحوا البيوت توصلوا الاكل لحد هناك، والان انتوا بتواجهوا كورونا بان انتوا بتجيبوا حاجات طبيه وتوزعوها على المرة في الشارع والناس، فدي حاجات جميله جدا، واتمنى ان الشباب يحذو حذوكم. طبعا نورتوني النهارده برنامج ستات دوت كوم، وان شاء الله
الله نلتقي في يعني في برامج ثانيه وحلقات ثانيه باذن الله. شكرا جزيلا استاذ احمد اسماعيل الامين المساعد لعامه الشباب ورئيس لجنه العمل الميداني بمجموعه شباب السياسه والمجتمع الميداني، واستاذ عبد الرحمن اسماعيل امين شباب وحده اكتوبر ثاني شمال والامين العام لشباب السياسه والمجتمع، نورتونا النهارده في البرنامج. ويمكن الوقت فات بسرعه ما عرفناش نكمل باقي الاسئله، واشكركم جدا.